السلام عليكم. اليوم رانا متواجدين في سيدي فرج، وراح نترك جانب الميناء والبواخر وكذا، نروح للجهه الخلفيه تاع المركب، وين نلاحظ حبيت نبرز الجانب المعماري تاع المركب. هو يعتبر من اروع ما يمكن الانسان ان ينشئه في ميدان المعمار، خاصه ان هذا المركب هذا استعمل الفن المعماري تاع النيوموراسك تاع الاتي من الاندلس، وفي خليط من الفن العثماني، وهذا الخليط بين الفن النيوموريسكي والفن العثماني هو ما يسمى بالفن الجزائري، لان الخليط تاع الالتقاء ما بين الهندسه المعماريه الاسبانيه موريسكيه والهندسه المعماريه العثمانيه، الالتقاء الكبير الكبير الكبير، الزواج الكبير ما بين هذين النوعين هو وقع في الجزائر. فاذا ولد طراز معماري جزائري فيه يستعمل انماط من دي موتيف من المنطقتين، يعني تركيا والجزيرة إيبيريا، وأعطانا هذا الفن اللي نوجدوه كثير في الجزائر. وهنا نشوف لاحظ هذا المعمار هذا مستعمل كثير في مركب، وفي الحقيقة كل المركب كله 100% مخدوم بالطراز هذا، فيه نماذج من الهندسة المعمارية العثمانية ونماذج من الهندسة المعمارية الموريسكية. وهذه هي خصوصية نتاع الفن المعماري في المدن الكبيرة، وخاصة الجزائر العاصمة. نشوف هنا بما يسمى هنا الكوف، هذه الكوف هذه هي يعني فضاء جاي في الحيط الداخل، هذا يعني تعتبر عثماني، نمشي نلقاوها في القصبة. وهنا عندنا نروح هنا، هذا حي الأقواس، شاهد انه وهذه الفضاءات راهي مستغله الان، بعض الفضاءات مش كلها مستغله في ترويج للاعمال التقليديه في الجزائر، وكذلك للاماكن المقاهي والمطاعم. وهنا الجهه الخلفيه نتاع المركب، بعض الفضاءات هي للاسف الشديد هنا لي ابوندوني، مخليه للماء والهواء. هنا هذه المناطق كلها هي متروكه بدون استغلال، هذه غير مستغله. هذه الاماكن هنا كانت مستغله في وقت مضى، السبعينات والثمانينات، والان راهي تشكل الاهمال كلها. هنا يعني نشوف مناطق كلها مهملة، والله منطق رائع كما هذا. هنا كان حصن في الوسط، وكان بعض المباني دايرة به، كان ممكن يكون مكان لبيع لعرض الأعمال التقليدية معليش نشوف الأعراض نتاع المرض. إما القطاع العام راه في الوقت اللي احنا رانا نعيش استثمارات كبيرة في الجزائر في ميدان السياحة الخاصة،
خاصة سياحة خمس نجوم. هذه سياحة خمس نجوم لا تخدم الشعب الجزائري، ما تخدمناش احنا. نشوف استثمارات كبيرة راهي في الاخر. القطاع العام راهي يشكو، القطاع العام تاع السياحة والفندقة راهي يشكو من بعض التأخر والإهمال شوية. هنا منطقة الأقواس، ما يسمى بمنطقة الأقواس إزاركاد، هنا استغلت في إنشاء مطاعم. كما نشوف هنا، والسلام عليكم. Thank you.